انا مش عاوز اخواتي الزملكاويه يزعلوا مني، ولكن انا هقول الصراحه زي ما انتم عارفين طبعا. يعني نادي الزمالك النهارده ولا كان عارف يدافع ولا كان عارف يهاجم ولا كان عارف يعمل اي حاجه. الحمد لله ان نادي الزمالك كسب بضربات الجزاء وتاهل يا برنس الى النهائي، ولكن حرفيا معتمد جمال كان بيتفرج على الماتش زيه زينا، ما عملش اي حاجه. يعني لعيبه نادي الزمالك الكره ما كانتش بتقعد في رجليها اكتر من 40 ثانيه، اكتر من 40 ثانيه الكره ما كانتش بتقعد في لعيبه، يعني في رجل لعيبه نادي الزمالك. انا قاعد عمال اتفرج، يا باشا اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه. ولكن فرقه الرجاء المغربي يعني فرقه كبيره وكل حاجه واسم، ولكن ضربتين الجزاء انا مش فاهمهم، يعني انا مش فاهمهم. ضربه الجزاء الاولانيه من وحي الخيال، انا ما بحبش اتكلم عن حوار التحكيم والعجائب بتاعت التحكيم، ولكن ضربه الجزاء الاولى علامه استفهام، الثانيه برضو علامتين استفهام، عشان ما بحبش اخش في التحكيم. ولكن لولا ضربتين الجزاء دولت كان نادي الزمالك اتاهل يا برنس بمكسب جامد جدا، وكان نادي الزمالك داس اكتر من كده لو معتمد جمال قرر ان هو يدوس اكتر بعد ما كان كسبان 2-0، كان ممكن يعمل كده. ولكن انت بتتفرج على الماتش يا معتمد يا جمال، زيك زي جمهور الزمالك وزي اي مشاهد، ما يعني ما عملتش اي تدخل منك، مش شايف اي حاجه. قبل كده كنت بقول معتمد جمال بصمته باينه والكلام ده كله باين، ولكن النهارده في ماتش الرجاء لا، علامه استفهام. نادي الزمالك النهارده كان ممكن يكسب الرجاء كتير، كان ممكن يكسب الرجاء المغربي كتير جدا جدا، ولكن لازم كابتن بحسن حسين يا حبيب، يعني نادي الزمالك كفايه بقى، كفايه عليه المحترفين الموجوده. نادي الزمالك محتاج حرفيا محترفين يليقوا باسم نادي الزمالك، محترفين يعملوا الفارق لما ينزلوا او لو هم بيلعبوا يعملوا الفارق حرفيا، لان نادي الزمالك ما ينفعش المحترفين دول، ما ينفعش. ما تقوليش بس صفقات بقى اللي في الدوري المصري والكلام ده، لا، انت محتاج صفقات تعمل الفارق حرفيا مع الفرقه، ما تجيبش صفقات اللي هي جايه تاكل عيش، لا، انت محتاج صفقات لعيبه تقيله، لعيبه تنزل تقلب الماتش، تقلب موازين المباراه. ماشي، ده المفروض كابتن حسين بيخلص بقى، سمعنا كابتن حسين؟ ماشي. فانت بتتكلم ان نادي الزمالك النهارده اتعادل في، يعني النادي الرجاء المغربي اتعادل في الدقيقه 88، 88 جات لهم ضربه جزاء وتعادل، وصلوا ضربات الجزاء، عوض تألق، عوض تألق يا برنس، ونادي الزمالك وصل الى النهائي باذن الله. نادي الزمالك يقابل بقى الاهلي السعودي، انا عاوز نادي الزمالك يقابل الاهلي السعودي، عاوز نادي الزمالك ياخد من البطوله دي اقوى مكسب من الاحتكاك، يعني ايه المباريات القويه، ان هو يحتج بفرق جامده زي فرقه الرجاء المغربي والكلام ده كله. فانت بتتكلم ان نادي الزمالك النهارده كسب كل حاجه، ولكن اللعيبه محتاجه ايه؟ انها تركز. معتمد جمال اول ما مسك كانت اللعيبه عندها تركيز وعندها روح وعندها كل الكلام ده، الفتره دي مريحين والكلام ده كله، ولكن فرقه نادي الزمالك محتاجه تدعيمات، محتاجه صفقات، محتاجه صفقات تيجي تشيل الفرقه، ومحتاجه يجي يعني 9 لـ 8 لعيبه كده يمشوا من الزمالك، 9 أو 8 يمشوا من نادي الزمالك، لأن حرفيا في لعيبة بتلعب حاليا في فرقة نادي الزمالك ما تستحقش إنها تلبس تيشيرت الزمالك. ما ينفعش إنها تلبس تيشيرت الزمالك. أنت بتشوف في الفرقة علامة استفهام كبيرة جدا جدا. ماشي، فأنا بتمنى من إدارة الزمالك إن هو بقى إيه يا باشا، يجيب صفقات، يعمل الليلة دي كلها، يظبط الموضوع. الإدارة لو هتجيب بقى مدير فني أجنبي، مدير فني اجنبي، اللي انا كنت بدعي معتمد جمال، ولكن القصه ان نادي الزمالك حرفيا محتاج مدير فني اجنبي، او مدير فني اللي هو يحاول ايه يظبط الليله، يحاول يلم الليله، ومعتمد جمال يكون معاه، معتمد جمال يكون مع المدير الفني عشان تقدر تستفاد اكبر استفاده، ان هو طبعا عارف كل الحاجه او كل اللعيبه او كل المراكز اللي هي ناقصه الفريق محتاجها، فهو عارف هيفيد هيفيد المدير الفني الاجنبي اللي هيجي، مش لسه هيقعد يدور ويعمل بس استكشاف ويدور مين اللي ناقص ومين اللي يلعب، سامعني؟ فنادي الزمالك حرفيا محتاج ان هو يجيب مدرب في اقرب وقت جدا. النادي الزمالك محتاج ان هو يتعاقد مع مدير فني سواء مصري او اجنبي، ولكن يعني هو الاقرب هيكون اجنبي، ولكن لما تجيب مدرب اجنبي تبقى من يعني ايه من ايه، بص على الفرازه، ما تجيبش مدرب اجنبي يعمل استكشاف يخلي نادي الزمالك معمل تجارب زي اسوريو، فتجيب مدرب يكون عارف قيمه نادي الزمالك، سامعني ولا مش سامعني؟ ولكن مبروك لاخواتي الزملكاويه على التاهل الى نهائي دبي، وباذن الله نادي الزمالك يكسب البطوله ديت.